نعم، مسي عليك بالخير أستاذ إسماعيل ومشاهدي أهلا بك. الفريق في كل مكان. والحقيقة يعني الإقبال الكبير يعني من كافة دول العالم على هذا المعرض يؤكد مكانة المملكة الدولية في هذا القطاع الواعد. والمعرض يعني يرتكز على يعني التكامل المشترك، والذي يضم الأنظمة الأربعة الرئيسية المعروفة كما عرضت في تقريركم، بإضافة إلى أمن المعلومات والأقمار الصناعية. وقد هيئت يعني له يعني البيئة المثالية ابتكارا وتحفيزا للشركات الوطنية والشركات المختلفة التي لديها القدرة على المواكبة والتقدم ما لديها. الحقيقة هذا المعرض أستاذ إسماعيل يعكس يعني صورة مشرفة للجهد المبذول من قبل هيئة الصناعات العسكرية في المملكة العربية السعودية، والذي يليق بمكانة المملكة في نسخته الأولى. توقعي الشخصي أن يعني المعرض يتمركز يعني حول مستقبل صناعة الدفاع عبر استعراض اللي هو ما يسمى التطورات التي تتواكب يعني أو توصل لها العالم، لا سيما في مجال التوافقات العملياتية في مختلف القطاعات. نعم. نعم، أبرز ما سيكون في هذا المعرض، وأقصد هنا عميد عبد العزيز، ما هو محتوى هذا المعرض برأيك؟ والحقيقة يعني كما أعلنت الهيئة، اللي هو الهدف الرئيسي أن من هذا المعرض توطين 50% بنهاية 2030 حسب الرؤية. والحقيقة المتتبع يعني لهذه الإنجازات وهذه يعني القفزة من 2% إلى حوالي 8% يؤكد هناك يعني عمل دؤوب وعمل متواصل. والحقيقة يعني الإنجازات يعني تحتاج صراحة سبر أغوارها من قبل الإعلام، وهنا أركز على النقطة الرئيسية. الحقيقة يعني هناك إنجازات كبيرة وهناك يعني مشاريع واعدة. المشاريع الواعدة أعتقد أنها يعني قدمت في بروسيجر يحتوي على يعني ما يضم هذا المعرض، الذي كبرى الشركات العالمية أستاذ إسماعيل تحاول أن تكسب فرصة، خصوصا هناك وضوح رؤية في هذا المجال. نعم، مثل ماذا المشاريع الواعدة عميد عبد العزيز؟ المشاريع الواعدة متعددة، ولكن حسب متطلبات المرحلة، وخصوصا فيما يتعلق تقنيا بالفضاء و فيما يتعلق بالفضاء والتأثيرات على الرادارات وأجهزة الاستشعار، ويخص خصوصا ما يسمى الطيران المسير. فهناك تقنية، هناك عمل دؤوب يعني عمل كبير بهذا الشيء. فأصبحت الحروب الآن يعني تركت طابع التقليدية وبدت في الانتقاء فيما يتعلق بالتقنية بالذات أو الكوميونيكيشن. الحقيقة أن يعني معرض يعني في نظري أنه معقد جدا جدا، ولن يستطيع أن يدخل هذا المجال إلا الشركات التي لها باع طويل ولها سجل حافل في تقديم منتج منافس. نعم، وأقصد في منتج، نعم تفضل تفضل سعادة العميد. أقصد في منتج منافس يتلائم مع متطلبات الحروب الحالية التي يعني بدأت تأخذ أو مسار مختلف عن الفترة السابقة، وخصوصا يعني خلال المملكة أصبح لديها تجربة قوية خصوصا فيما يتعلق بالطيران المسير أو الصواريخ البالستية أو من هذا القبيل. ولذلك هنا تركيز على البروفيشناليتي أو المهنية أكثر من الكمية. نعم، يعني أنت تحدثت أنه المستهدفين من هذا المعرض الشركات التي لها باع طويل عسكريا، هل هناك مستهدفات أخرى في هذا المعرض لشركات أخرى عسكرية ربما أقل؟ والحقيقة يعني بحكم يعني قراءتي البسيطة عن الموضوع، هناك يعني تنوع، ولكن لا تحضرني الآن المعلومة الدقيقة أساس أكون يعني صريح، ولكن من خلال القراءة العامة يعني إقبال كبير من قبل شركات عالمية يؤكد هناك يعني نقلة نوعية. يعني هذه الشركات تحاول أن تثبت يعني بصمتها بحيث يكون معها عقود طويلة الأجل، خصوصا يعني المملكة في هذه الظروف التي العالم يعاني منها اقتصاديا، لديها قوة اقتصادية، لديها طاقة بشرية، سوق واعد أستاذ إسماعيل. ولذلك أنا أستشف من هنا أنها فرصة للشركات التي معروفة ولها سجل يعني طويل وحافل في عملية الإنتاج، الذي يتواكب مع متطلبات المرحلة الحساسة التي نعيش فيها
أستاذي الكريم. وما يثبت حديثك عميد عبد العزيز أنه 100 وفد عسكري سيحضر ونحو 50 دولة مشاركة، أرقام عالية جدا، يعني ربما سيكون هناك استثمار في بالتأكيد في هذا المعرض بين الشركات. وبلا شك بلا شك يعني استثمار واعد، يعني البيئة أصبحت خصبة جدا جدا للاستثمار، لأن الاستثمارات في الفترة اللي احنا فيها الآن تعتبر يعني في أماكن محدودة ومحصورة، ولكنها يعني واعدة جدا، وخصوصا يعني في المجالات الصناعية والمتغيرات التي تطرأ عليها من وقت لآخر. ولكن يعني ملاحظتي، وأتمنى أن زملائي وأصدقائي في هيئة الصناعات يتقبلوها بصدر رحب. لديهم إنجاز، لديهم يعني عمل جبار، لديهم عمل كبير جدا جدا، لديهم طواقم، لديهم يعني ثروة مالية، ولكن يعني أرجون يتقبل هذا الإعلام الهيئة الصناعية، هيئة الصناعات في نظري في توقعي لم يواكب الإنجاز التي تقوم به الهيئة. ولكن ذي ماسكين الإعلام هناك عميد العلاقات العامة، أنت لو تلاحظ في تويتر لديهم شغل كبير. لا شك لهم جهود ما حد ينكرها أبدا، ولكن يعني بحكم يعني الأعمال المبذولة والجهد المبذول والشركات التي يعني تقدم طلبات كبيرة لهذه الهيئة، أتمنى أنها تبرز بالشكل الذي يعني يليق بالهيئة. ما في شك باذلين جهد، وأنا ما أنكر الشيء هذا، ولكن يعني يتطلب أن يكون مواكب أكثر مما هو حاليا. نعم، كان معنا الباحث في الشؤون العسكرية العميد عبد العزيز بن رازن. شكرا سعادة العميد عبد العزيز على هذا التوضيح وعلى هذا التفصيل.